الطب او للجهاز الطبي بالكامل. الحقيقه كانت فتره صعبه. عايزك تقول لي اولا اخبار الاصابات اللي عند حضرتك ايه، ومين اللي مصاب ومين اللي مش مصاب. رامي ربيعه اخباره ايه، هيكون موجود يعني في التشكيل ولا مش هيكون موجود؟ يعني عايزين تحطنا على الموقف الطبي لكل اللاعبين. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا مع بدايه المعسكر كان عندنا وليد سليمان جاي من مباراه اورلاندو، كان عنده جزع خفيف مع كدمه في الانكل، وعملنا له الاشعه وطمنا عليه وعملنا له برنامج، وهو دلوقتي بقى له 3 تمارين بيتمرن بصوره طبيعيه مع الفريق. كذلك حسام عاشور كان عنده الاربطه بتاع مفصل الكتف، نعم، وبيتمرن بصوره طبيعيه برضه، وملبسينه حاجه اسمها مثبت للكتف وبيتمرن بصوره عاديه جدا. جات اصابه لا يعني وليد سليمان يا دكتور هيكون ان شاء الله موجود. وليد سليمان موجود وحسام عاشور موجود، يبقى الاختيار طبعا للمدير الفني. اتفضل يا دكتور. تمام. جات اصابه رامي ربيعه اللي هي في المباراه الوديه ضد زامبيا، نعم، والحقيقه ان هو كان يعني وقع رجليه متنيه بكدمه قويه على الجزء الخارجي من مفصل الركبه، خبطت في العظمه اللي ماسك فيها الرباط الخارجي مع حته الغضروف خارجي. طمنا بالاشعه الرنين مفيش مشاكل ولا قطع ولا حاجه، كان في بس شويه رشح خفيف في الركبه، نعم، وتعاملنا معاه الحقيقه مع الجهاز الطبي كله اليومين اللي فاتوا دول، واتمرن تمرين علاجي معانا امبارح، والنهارده هو في التمرين موجود مع بقيه اللاعبين، ويبقى ان شاء الله ان الجهاز الفني يقرر ان شاء الله بكره مشاركته من عدمها يعني، لكن هو دلوقتي موجود في التمرين مع يعني بعيدا عن المشاركه في ال 11 او دي حاجه تخص الجهاز الفني، ولكن حضرتك شايفه طبيا هو مؤهل ان هو يكون موجود؟ يعني هو الحمد لله يعني بقى كويس ومفيش عنده ألم، وان شاء الله احنا برضو لحد بكره باذن الله موجودين معاه، وهنبقى التشاور مع الجهاز الفني باشتراكه وعدمه يعني. لا يعني يا دكتور انا بس عايز افهم، هل رامي هيكون يعني حضرتك شايف يعني سيبك من ان هو هيلعب او مش هيلعب، دي حاجه تخص الجهاز الفني ومش هنقدر نتكلم فيها، ولكن هل حضرتك شايفه من الناحيه الطبيه جاهز للمباراة ولا لا؟ لا هيبقى جاهز ان شاء الله بكره باذن الله. يعني حضرتك شايف حضرتك شايف، لكن هو اول مشاركه ليه جماعيه بعد مباراه زامبيا هي النهارده. لكن الحقيقه الحاجات دي ما بتفرقش كتير يا دكتور يعني. انا عارف. لا ما هو اصل انت في دايما عنصر الوقت بيبقى مهم عندك طبعا في الاصابات، بالذات الاصابات اللي بتحصل في فتره قصيره، يعني هو من مخبوط من يومين من 3 ايام، فلازم ان احنا حتى ال 24 ساعه نستغلها بان اللعيب يوصل للشفاء الكامل فيها، فمش مهم ان هو اشترك امبارح او ما اشتركش، لكن المهم ان هو النهارده كويس واشترك مع بقيه اللاعبين في التمرينه اللي هي الرئيسيه اللي هي قبل المباراه. تمام. دكتور طارق، حضرتك واحد من الناس اللي بقالك حوالي سنتين مع الجهاز الفني، شايف المعنويات عامله ازاي؟ شايف ان اللعيبه قادره على ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان هي مش هقول لك نوصل كاس عالم، ولكن ترد اعتبار الكره المصريه غدا؟ من خلال التمرين يعني؟ لا من خلال اللعيبه كلها مصممه على انها طبعا ترد الاعتبار، وكمان في لعيبه كتير عندها امل ان احنا نتخطى ونجيب 5 اهداف، لان الكوره فيها المستحيل ما فيهاش مستحيل يعني الكوره، نعم، واحنا طول الفتره اللي فاتت مع بدايه المعسكر عاملين ضغط على الموضوع دوت، ان مفيش حاجه في الكوره اسمها مستحيل، ان ممكن تجيب 5 زي ما هم جابوا 6 اهداف فينا، ليه احنا ما نجيبش 5 اهداف؟ يعني لعيبتنا على مستوى عالي من الكفاءه الفنيه والكفاءه البدنيه، يبقى الموضوع متساوي، تبقى بقى التوفيق بتاع ربنا ان شاء الله باذن الله. يعني مساندة الجمهور الكبيرة، يعني احنا عايزين مساندة الجمهور، لان الجمهور ده عامل من العوامل اللي هي عملت ضغط شوية على اللعيبة بتاعتنا الحقيقة في كوماسي يعني. نعم دكتور، يعني حضرتك كده بتطمنا على كل اللعيبة، وليد سليمان، حسام عاشور، رامي ربيعة، وطبعا حسني وجده احنا اطمنا عليهم من خلال لعب هنا المباراة اللي فاتت. لعبوا الحقيقة الاثنين مباراة كاملة. وكويسين جاهزين يعني اللقاء، وان شاء الله خير باذن الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اشكرك يا دكتور على توضيحك لكل هذه المعلومات. الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي في منتخبنا او مع منتخبنا القومي. زي ما بقول لحضراتكم كلنا مستنيين هذا اليوم، مستنيين ان احنا نشوف ايه اللي بيحصل،